السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة. نيابة عن ولي العهد، وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في حوار بريكس بلس وبريكس أفريقيا. المملكة تنضم رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. أهلا بكم. رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دولة رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وما جرى خلاله من استعراض أوجه التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر تجاه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما تناول مجلس الوزراء مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون الثنائي مع مختلف دول العالم ومسارات التنسيق المتعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الإسلامية والعربية ومجموعة العشرين. وتابع مجلس الوزراء الخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما، معربا عن التطلع إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي. أولاً، التوقيع مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثانياً، التباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان في جمهورية كازاخستان في مجال الشؤون الإسلامية. ثالثاً، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية. رابعاً، التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة وحكومة مدينة سيول في جمهورية كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها. خامساً، التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة. سادساً، التباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة والإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث في الاتحاد السويسري للتعاون في المجال الاقتصادي. سابعاً، التباحث مع جامعة الملك سلمان الدولية بجمهورية مصر العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال البحثي والأكاديمي والتدريبي بين جامعة تبوك بالمملكة وجامعة الملك سلمان الدولية بجمهورية مصر العربية. ثامناً، التباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة والادعاء العام في سلطنة عمان في مجال التعاون القضائي والقانوني. تاسعاً، التباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة ومركز التوثيق الملكي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية. عاشراً، الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 11، الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار. 12، تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته
الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من ملاك تلك المركبات. 13، تعديل الفقرة هاء من البند أولا من قرار مجلس الوزراء الخاص بقواعد تنفيذ المادتين 21 و23 من نظام الطرق والمباني، وذلك على النحو الوارد في القرار. 14، تجديد عضوية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. 15، تعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد والفقرة ألف من البند 12 من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد المتعلقتين ببدل الترحيل لتكون بالنص الوارد في القرار. 16، اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة شجرة لعامين ماليين سابقين. 17، الموافقة على ترقيات للمرتبتين 15 و14، وذلك على النحو التالي: ترقية عبد الله الشثري إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة 15 بإمارة منطقة مكة المكرمة، ترقية بندر المرشد إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية، ترقية الدكتور أحمد الشهري إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة 14 برئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترقية محمد الحسين إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة 14 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يرأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم وفد المملكة المشارك في حوار بريكس بلس وبريكس أفريقيا يوم الخميس 24 من أغسطس 2023 في مدينة جوهانسبيرغ. ويأتي الحوار تحت شعار شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة، ويناقش العديد من المستجدات على الساحة الدولية والتحديات التي يشهدها العالم، كما سيبحث الحلول المستدامة للتحديات التي يشهدها العالم، كما سيعقد وزير الخارجية على هامش القمة عددا من اللقاءات الثنائية مع ممثل الدول الشقيقة والصديقة المشاركين على هامش بريكس. مجموعة بريكس نجاحات اقتصادية تخطت مجموعة السبع وجذبت إليها العديد من الدول، حيث تساهم بنحو ثلث الاقتصاد العالمي، كما أن لديها العديد من الخطط الجريئة والطموحات الكبيرة لتوسيع قاعدة تحالفها لموازنة القوى وتعدد القطبية العالمية. بثقلها وحضورها السياسي العالمي واقتصادها القوي المتنوع، المملكة عنوان للثقة الدولية في العمل لتحقيق المصالح المشتركة والرقم الصعب الذي يشكل رافعة للتكتلات الإقليمية والدولية. استثمار القدرات والإمكانيات لبناء المستقبل وعقد الشراكات على مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول وضمان الربح لجميع الأطراف، سياسة المملكة التي لفتت أنظار العالم مع تنوع شراكاتها في ظل رؤية 2030. مبادئ مشتركة تجمع السعودية بمجموعة بريكس التي تضم في عضويتها كل من البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا، كما أنها الشريك التجاري الأكبر للتكتل في الشرق الأوسط، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية السعودية مع دول بريكس نموا كبيرا يعكس مدى تطور العلاقات البينية على كل المستويات.
خلال يونيو الماضي شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع أصدقاء دول بريكس الذي حمل شعار شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة، حيث أكد وزير الخارجية رؤية المملكة في أهمية توجيه الجهود نحو التنمية الوطنية والازدهار المشترك. ومع أهداف الدول الخمس لبريكس في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، تتجه أنظارها إلى المملكة لضمها للمجموعة كقيمة مضافة لها، خصوصا مع قدرات السعودية وثقلها الجيوسياسي ومواقفها الداعمة في مواجهة التحديات العالمية وسعيها الدائم لتحقيق السلام. انضمت المملكة رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لتصبح الدولة 96 التي تنضم للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة باستثناء الجزء الثالث منها في الأول من سبتمبر 2024. وكان مجلس الوزراء وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية في يونيو الماضي بناء على مقترح المركز الوطني للتنافسية مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة الأونسترال، الذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار في المملكة. تنطلق النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في الرابع من شهر ديسمبر المقبل بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 على أرض مدينة إكسبو دبي، في خطوة تعكس التزام المملكة وجهودها لدعم أجندة العمل المناخي العالمي واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التحديات البيئية. النسخة الثالثة تجمع من منتدى مبادرة السعودية الخضراء نخبة من الشخصيات العالمية المؤثرة وقادة الرأي وخبراء المناخ حول العالم بهدف تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة أفضل السبل لمواجهة التحديات المناخية بكفاءة. نشرتنا مستمرة من قناة السعودية، تتابعون فيها ولكن بعد الفاصل. بأكثر من 491 ألف حاوية قياسية، ميناء جدة الإسلامي يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال يونيو المصري. أهلا بكم، أحييكم من جديد. حقق ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر يوليو لعام 2023 بمناولة أكثر من 491 ألف حاوية قياسية، مما يؤكد قوة الحركة التجارية بالميناء بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بالتجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع. ويأتي ذلك في إطار تعزيز منظومة الموانئ السعودية تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء لثلاث قارات. أطلقت المؤسسة العامة للري ثلاث مشاريع تنموية ضخمة تساهم بعد إنشائها في رفع كفاءة التشغيل والمراقبة والتحكم في القطاع الزراعي. نتابع. ثلاثة مشاريع تنموية جديدة ب 133 مليون ريال لثلاث محافظات. وتتنوع المشاريع التي أطلقتها المؤسسة العامة للري بين إنشاء خزانات ومنظومة الضخ وشبكات الري وإنشاء غرفة التحكم والمراقبة ومحطة الضخ.
والمشاريع الثلاثة هي مشروع إنشاء خزانين في محافظة الأحساء بطاقة استيعابية لكل خزان 15,000 متر مكعب. أما المشروع الثاني فهو في محافظة القطيف وهو إنشاء منظومة ضخ وتشغيل وشبكات ري لخدمة أكثر من 291 مستفيدا. أيضا تنفيذ مشروع غرفة التحكم والمراقبة ومحطات الضخ وشبكات الري في محافظة الأفلاج والتي تخدم قرابة 194 مستفيدا. تأتي هذه المشاريع ضمن مشاريع المؤسسة الرأسمالية لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030. المشاريع الثلاثة تأتي كخطوة للتوسع باستخدام موارد المياه المستدامة عن طريق تطوير شبكة متكاملة لنقل وتوزيع المياه بالاعتماد على تقنيات حديثة. أطلقت المؤسسة هذه المشاريع وذلك من أجل رفع كفاءة التشغيل وكذلك رفع محطات كفاءة محطات الضخ والتحكم الآلي وكذلك توفير المياه للحيازات الزراعية وأيضا تطوير شبكات الري القائمة حاليا ورفع كفاءتها. مشاريع كبيرة تخدم قطاع الري في مناطق مختلفة وتسهم في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لرؤية 2030. محمد المحيسن، الأحساء. تحتفي هيئة تطوير منطقة عسير بأهالي المنطقة في احتفالية حسن الوفادة وبنجاح موسم صيف عسير، وأيضا على ما قدمه أهالي المنطقة من كرم الضيافة وحسن الاستقبال. للمزيد من التفاصيل عن هذه الاحتفائية ينضم إلينا من هناك مراسل أخبار السعودية عبد الرحمن السمير. أهلا بك عبد الرحمن، وحييك لهذه النشرة. يعني هذه المرة يبدو للاحتفال مغاير، يعني هو احتفال بالأهالي الذين صنعوا ربما موسما ناجحا في منطقة عسير بالذات. يعني ضعنا في أجواء هذه الاحتفالية، العروض المصاحبة لها عبد الرحمن. تأكيد زميلي، مساء الخير لكم، مساء الخير لمشاهدي أخبار السعودية. أنت كما ذكرت في مقدمتك حول هذه هي الأجواء الاستثنائية، أيضا هذه الاحتفالية المختلفة على مستوى منطقة عسير. خلال الفترة الماضية كانت الاحتفالات كبيرة جدا بالزوار، أهالي منطقة عسير بالتأكيد هم أصحاب صدور رحبة تجاه هذا الجانب. اليوم نتحدث عن احتفاء مغاير، واحتفال مغاير بالتأكيد تجاه هذه المنطقة تحديدا التي كان أهلها أصحاب صدور رحبة في استقبال الزوار، كانوا أيضا بالتأكيد أكيد هم جزء من سياحة المنطقة. إذا ما تحدثنا حول المواقع الريفية التي تتبع لأهالي منطقة عسير، أيضا إذا ما تحدثنا حول تقديم التجارب السياحية الاستثنائية تحديدا فيما يخص المأكولات الشعبية وغيرها أيضا من الجوانب الاستثنائية في منطقة عسير التي كان أصحاب أهالي أو كانوا منطقة عسير وأهاليها أصحاب صدور رحبة تجاه تقديم مثل هذه الخدمات المختلفة. لهذا اليوم تقديرا لهذا الجانب، عسير تحتفي، سماء عسير هذا اليوم كانت مليئة بالألعاب النارية، عروض الضوء المختلفة كما تشاهد في هذه اللحظات ونحن في حدائق سماء أبها. قبل دقيقتين أو ثلاث دقائق من الآن كانت هذه المنطقة التي تطل على مدينة أبها تعانقها بالتأكيد الألعاب النارية، أيضا عروض الضوء المختلفة التي تستمر إلى هذه اللحظات في طابع مختلف استثنائي احتفائي بهذا الموسم الاستثنائي الذي كان في منطقة عسير. نتحدث عن عروض الضوء، تحديدا نتحدث عن الليزر والذي هو مصاحب لموسيقى من المنطقة بروح عالمية عالية جدا ومنتشرة في مختلف أرجاء منطقة عسير وفي سماء تحديدا مدينة أبها. نتحدث عن المشاريع المختلفة التي تتوزع في مختلف أرجاء منطقة عسير، أصبح الدخول لها مجاني هذا اليوم تقديرا بالتأكيد لأهالي منطقة عسير باحتفائهم الكبير بالتأكيد والذي كان واضح هذه اللحظات وهذه الأيام في وجوههم بالتأكيد، وتحديدا رسم في هذا اليوم الكبير الذي يرسم نجاح هذا الموسم الواسع والمختلف. سبع مناطق مختلفة استقبلت الزوار في منطقة عسير، مختلف أرجاء مدينة أبها كانت تحتضن الألعاب النارية وعروض الضوء التي لا تزال مستمرة إلى هذه اللحظات في صورة مميزة ترسم وتؤكد بأن الفرد بالمجتمع هو جزء من السياحة، هو جزء من الاقتصاد، هو أيضا جزء من رسم هذه الهوية المهمة بالتأكيد على مستوى منطقة عسير وحتى أيضا على مستوى المملكة. نعم عبد الرحمن، يعني في ختام هذا اللقاء معك على الهواء وأنت تتواجد في أحد الحدائق هناك،
احتفاء بنجاح موسم صيف عسير، طبعا كررت أكثر مرة نجاح الموسم، ونحن نقول بالتأكيد هو ناجح إن شاء الله، يعني حسب ما أشارت إلى ذلك الهيئة المعنية بهذا الاحتفال وهيئة تطوير منطقة عسير. لكن يعني إن كنت تملك، وباختصار يعني وباختزال غير مخل، إن كنت تملك بعض المؤشرات لنجاح هذا الموسم يعني فيما يخص عدد الزوار في هذا الموسم مقارنة ب 2022 مثلا، هل لمست يعني ربما أعدادا أكثر في المصطافين لمنطقة عسير بالذات هذا الموسم؟ يعني مؤشرات ربما يعني بالتأكيد مطلعة عليها هيئة تطوير المنطقة. بالتأكيد نحن هذا اليوم كنا في تواصل مع هيئة تطوير منطقة عسير بانتظار بالتأكيد أن يزودونا بالأرقام المختلفة، ولكن إذا تحدثنا تحديدا عن الجانب البصري ما رأيناه في شوارع منطقة عسير في مختلف المواقع الاستثنائية، وكما تلاحظ يعني في هذه اللحظات أيضا استمرار الطقس المميز بالتأكيد، وأيضا الألعاب النارية التي تستمر في هذه الزوايا. لهذا نتحدث عن موسم استثنائي بالتأكيد. الشوارع في منطقة عسير خلال هذه الأيام كانت أيضا مستمرة باستقبال الزوار بأعداد كبيرة جدا، لهذا على الجانب البصري هناك استقبال كبير للزوار، كما تلاحظ يعني هذه السعادة الغامرة التي تستمر في منطقة عسير احتفاء بهذا الموسم الاستثنائي، والذي دائما ما نحدث بأنه استثنائي لأنه احتضن فعاليات مختلفة وأيضا احتضن مشاريع شبابية كبيرة جدا. كما تلاحظ في هذه اللحظات استمرار الألعاب النارية جيد في هذا اليوم جيدا، يعني الذي أن لا أعتقد بأن سينتهي بسهولة، لأن هذا المباشر يعني تزامن مع إطلاق هذه الألعاب النارية، يعني جيدا أننا يعني نغطيها على الهواء مباشرة الآن عبر قناة السعودية، وتزامن هذا اللايف يعني أو المباشر مع انطلاق هذه الألعاب النارية. كل الشكر الزميل عبد الرحمن السمير، كنت معنا متحدثا عن احتفالية هيئة تطوير منطقة عسير بحسن الوفادة وبنجاحه هذا الموسم. شكرا لك عبد الرحمن. كشفت وزارة الحج والعمرة تعليمات مهمة عند حجز موعد العمرة، داعية إلى تجنب أوقات الازدحام والحضور في الوقت المحدد، إضافة إلى إبراز التصريح عند الوصول، ويأتي ذلك تسهيلا لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة. حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستوى المرحلة المتقدمة في تقييم ممارسات إدارة الأداء في الأجهزة الحكومية، وذلك في جميع المجالات الخاصة بالتقييم التي شملت إدارات الاستراتيجية والأداء والمبادرات، إضافة إلى إدارة التغيير وثقافة الأداء وتجربة المستفيد. كما حصلت الوزارة على ترتيب متقدم ومستوى تقييم أعلى من المتوسط ضمن الفئة الأولى التي تشمل أفضل 4 جهات في دورة القياس. حققت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة نموا في التمويل المقدم للمنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بتقديمها أكثر من 10 مليارات ريال دعما للمنشآت حول مناطق ومدن المملكة ليشمل شتى الأنشطة الاقتصادية، منها 2,500,000,000 عبر بوابة التمويل، ووصل عدد المنشآت المدعومة إلى 2,839 منشأة صغيرة ومتوسطة. يأتي ذلك امتدادا للشراكة الفاعلة بين منظومة البنك والجهات الحكومية والجهات التمويلية والاستثمارية، وفي إطار الدعم والاهتمام المستمرين من القيادة في سبيل تنمية المنشأة الصغيرة والمتوسطة. نشرتنا أنت تذكركم بأبرز عناوينها. خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة. نيابة عن ولي العهد، وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في حوار بريكس بلس وبريكس أفريقيا. المملكة تنضم رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. تحية لكم في أمان الله.